دكتور، بما انك مش بس دكتور تجميل، كمان اختصاصك انف اذن حنجره. في حال مريضه او زبونه طلبت تعمل تجميل للمنخار بالفيلر واكتشفت انه عندها لحميه او مشكله بالغضروف او بالجيوب الانفيه، شو بتكون رده فعلك؟ هلا لحتى نفصل بس الموضوعين، موضوع الجيوب الانفيه او اللحميات هن مرتبطين بالنفس وبوجع الراس، انما الفيلر بنعمله لنحسن الشكل. هلا بالنسبه للفيلر تبع المنخار هو موضوع بحد ذاته، مش كل الناس رح يزبط عندهم فيلر المنخار حسب شو الديفول اللي هن حابين يصلحوه. اذا بيتصلح بالفيلر بنقدر نعمل بغض النظر عن موضوع اللحميات لانه ما مرتبطين ببعض، بس كمان منضوي ومنخبرهم للبيشنتس انه فيلر المنخار في له مخاطر، له كومبليكيشنز لازم ياخدوها بعين الاعتبار. يعني في ناس بكفوا نعملها وفي ناس بيقولوا لا نحنا ما بدنا نعمل شيء فيه هالقد ريسك وخطورة، فبس بينعمل ما في اي مشكلة. شفنا حالة بالتي في قالت انه صار عندها عمى بعينها من الفيلر، هل هالشي مزبوط؟ هذا الشيء اللي انا قصدته لما قلت لك انا منخبرهم شو الكومبليكيشنز او الاشياء اللي ممكن تصير، لانه واحدة من الكومبليكيشنز وهي في كيسز ريبورتد بكل العالم انه فيلر المنخار فات بالغلط بالشريان اللي بيوصل الاكسجين على شبكية العين وعميت المريضة هالقد. ذاتس واي منحذر منه انه لازم ينعمل على ايد دكاترة مختصين، مش حيلا حدا. واذا كان العملية عاملين لتجميل انف جراحي يفضل ما ينعمل فيلر ابدا بعد الجراحة. والخيوط اللي بتنعمل للمناخير المنخار القفطس، يعني انا شفت كثير خيوط، كمان انت معه ولا ضد؟ مش كثير مع الخيوط بالمنخار. لا، هل صحيح كثرة الخيوط بالوجه تؤدي الى تليف بمرحلة معينة؟ صحيح، اذا كنا عم نعمل كثير خيوط على فترة سنين ورا بعضها حيصير عندنا نوع من الفايبروزز، لانه هو الخيط بحد ذاته الميكانيزم اوف اكشن لحتى يعطينا الليفت والكولاجين سيميليشن انه رح يعمل اندكشن لانفلاماتوري بروسيس، رح يعملنا فايبروزز مع الوقت اللي هو التليف. فالصعوبة بتصير للمدام او الست اللي عاملة كتير خيوط اجت على عمر 60-65 بدها تعمل شد وجه، هيدا الشد هو اللي رح يكون فيه مشكلة التليف يلي عم نحكي عنها، رح يكون فيه صعوبة بالدايسكشن لنوصل للبلين. بس هذه هي الفكرة مش أكثر. مع الدهن اللي بينحط بعضلة الوجه، هذه مؤخرا صرت عم بسمعها، شو وضعها هذا؟ كلمة فيلر، نحن نحكي عن الفيلر تقريبا بالمسلمات أنه هو الهايلورونيك أسيد، بس كمان الفيلر يعني التعبئة ممكن تصير من دهون الذاتية، يعني بنعمل سحب للدهن من منطقة فيها دهن كتير بالجسم. في عنا فلترز خصوصي لحتى نفلتر هذا الفات ونكسره ليصير ناعم كثير ينحط بالوجه ويعبي مكان الهايلورونيك اسيد. بيعطي نتيجه، اكيد بيعطي نتيجه. نعم. طب والعضله ممكن تتاثر، ممكن تتعطل العضله؟ مش لازم ينحط بالعضله اصلا، نحن لما نعمل خيوط لما نعمل فيلر ما منشك بالعضله، لانه الشك بالعضله ما رح يعطينا نتيجه حلوه، بنفس الوقت رح يعمل وجع كثير قوي للبيشنت.